بليبيا وباليمن عملية تسييس الجيش وصلت إلى مراحل أدت يعني توزيع الجيش إلى نوع من الإقطاعيات. يعني كان واضح مثلا بين الثورة في اليمن وحتى ليومنا هذا. تقصد 2011؟ 2011 عفوا. انه يعني منذ ان قدم علي عبد الله الصالح الى الحكم في اواخر السبعينات وخاصه خلال المرحله الاخيره يعني حوالي اخر 10 سنوات او ربما اكثر. نعم. شوي اصبح هناك قطاعات من الجيش عمليا بقياده علي محسن، قطاعات بقياده ابناء او ابناء شقيق الصالح. نعم. وهكذا فصار الأبناء وأبناء العمومة نعم. فصار هناك نوع من الإقطاعيات في داخل الجيش اليمني بحيث أنه وحدات معينة مثلا تحصل على أفضل التدريب والتجهيز والتسليح وهي أساسا والرواتب والامتيازات في بعض الأحيان هي المقربة إلى الرئيس وعائلة الرئيس. الحرس الجمهوري على سبيل المثال وطبعا ليس حصرا. بالمقابل هناك قطاعات يعني منها الدروع وغيرها يبدو وكأنها مهمة لأنها دروع ودبابات، ولكن بالفعل بتضاريس اليمن الجغرافية يعني والجبلية وكذا يعني الحقيقة هاي الفرق، فرق المشاة، فرق الدبابات ليست لها الأفضلية أو القدرة والكفاءة العسكرية العالية، وهي مثلا خصصت لعلي محسن. فيعني هناك تركيب للجيش يعني استخدام سياسي للجيش اليمني أدى عمليا إلى فكفكته إلى شريحة فاعلة وكفؤة وشريحة أقل فاعلية وأقل كفاءة. الجيش اليمني الجيش الليبي عفوا على عكس هذا النموذج أيضا نموذج آخر. معمر القذافي إثر حروب الحدود مع تشاد في الثمانينات اللي الجيش اليمني انهزم فيها الحقيقة، الجيش عفوا الليبي انهزم فيها، وثم أثر اكتشاف يعني مؤامرات أو ما قيل أنه مؤامرات وشبكات إسلامية وكذا في داخل الجيش الليبي في أول التسعينات. من بعد ذلك قام المعمر القذافي بتهميش الجيش بأساسه، تخفيف الميزانيات وتقليص التسليح وكذا، وصار يحول كثير من هذه الموارد إلى كتائب أمنية خاصة تابعة مباشرة للنظام. فإذا يعني هناك مقاربات تختلف من كل بلد إلى آخر تجاه المؤسسة العسكرية واستخدامات سياسية تتنوع في اليمن. عملية تسييس الجيش وصلت إلى مراحل أدت بيعني توزيع الجيش إلى نوع من الإقطاعيات. يعني كان واضح مثلا بين الثورة في اليمن وحتى ليومنا هذا. تقصد 2011؟ 2011 عفوا. انه يعني منذ ان قدم علي عبد الله الصالح الى الحكم في اواخر السبعينات وخاصه خلال المرحله الاخيره يعني حوالي اخر 10 سنوات او ربما اكثر. نعم. شوي اصبح هناك قطاعات من الجيش عمليا بقياده علي محسن، قطاعات بقياده ابناء او ابناء شقيق الصالح. نعم. وهكذا فصار الأبناء وأبناء العمومة نعم. فصار هناك نوع من الإقطاعيات في داخل الجيش اليمني بحيث أنه وحدات معينة مثلا تحصل على أفضل التدريب والتجهيز والتسليح وهي أساسا والرواتب والامتيازات في بعض الأحيان هي المقربة إلى الرئيس وعائلة الرئيس. الحرس الجمهوري على سبيل المثال وطبعا ليس حصرا. بالمقابل هناك قطاعات يعني منها الدروع وغيرها يبدو وكأنها مهمة لأنها دروع ودبابات، ولكن بالفعل بتضاريس اليمن الجغرافية يعني والجبلية وكذا يعني الحقيقة هاي الفرق، فرق المشاة، فرق الدبابات ليست لها الأفضلية أو القدرة والكفاءة العسكرية. توزيع الجيش إلى نوع من الإقطاعيات. يعني كان واضح مثلا بين الثورة في اليمن وحتى ليومنا هذا. تقصد 2011؟ 2011 عفوا. انه يعني منذ ان قدم علي عبد الله الصالح الى الحكم في اواخر السبعينات وخاصه خلال المرحله الاخيره يعني حوالي اخر 10 سنوات او ربما اكثر. نعم. شوي اصبح هناك قطاعات من الجيش عمليا بقياده علي محسن، قطاعات بقياده ابناء او ابناء شقيق الصالح. نعم.
وهكذا. فصار الأبناء وأبناء العمومة نعم. فصار هناك نوع من الإقطاعيات في داخل الجيش اليمني، بحيث أنه وحدات معينة مثلا تحصل على أفضل التدريب والتجهيز والتسليح، وهي أساسا والرواتب والامتيازات، والرواتب والامتيازات في بعض الأحيان هي المقربة إلى الرئيس وعائلة الرئيس. الحرس الجمهوري على سبيل المثال، الحرس الجمهوري على سبيل المثال، وطبعا ليس حصرا. بالمقابل هناك قطاعات يعني منها الدروع وغيرها يبدو وكأنها مهمة لأنها دروع ودبابات، ولكن بالفعل بتضاريس اليمن الجغرافية يعني والجبلية وكذا، يعني الحقيقة هاي الفرق، فرق المشاة، فرق الدبابات، ليست لها الأفضلية أو القدرة والكفاءة العسكرية العالية، وهي مثلا خصصت لعلي محسن. فيعني هناك تركيب للجيش يعني